السلام عليكم. الاسم نجيب ستار، 29 سنة، مقيم كازابلانكا، مدينة قديمة. ترى واحد المشكل دابا شي عامين، واحد السيد ما تنعرفوش كاع سميتو فين كاين، ما على بالي بيه حتى شي دراية كاع، عنده شي مشكل مع الدراري مع راسو بوحدو، فيه الشك شي فهمتي، ما صافيش بوحدو. ناض تيقول لزكريا اللي هو مورو اللي هو مصايب فرقة ديال سي في كارد جانج، فرقة موسيقية، تيقول لي انت عندك واحد دري ستار كتعنى بيه كدير بيه هذا، انا باغي نتحدى هذاك السيد، باغي كدا تيبقى يسب ليا والديا في لي لايف، كيخلي ماشي يقول تيجيب الشراب تيبدي يسب، تيسبني انا، تيسب البوليس، كيسب الحكومه، كيسب الملك، تيسب كل شيء. يعني اجي نقلب على الديسكور ديال السيد هذا، غلقوا وما ما زقلت حتى شي واحد في المغرب كامل، يعني ما عندوش مع سي بي كارد جينغ المشكل، غتجي غتلقاه ما خلى حتى شي واحد في التيقار، دراري صغار ناس كبار، اللي كيطرى لي شي مشكل هو ديما خصو يدوي عليه، وبقى كيتعمق معانا في مشكل، ديما كنحاولوا نتفادوه، وكيبقى يدير لي لايف كل النهار، وكيتسبوا لينا والدينا، وما عرفناش حنايا اش السلطات وداكشي، كيشوفوا داكشي اموسيقتنا حنا، وما كيشوفوش فحال هادشي، كيغمضوا عليه شي شويه، واش فهمتيني؟ يعني واش ما فهمتش انا، واش فهمتي هذا، واش مع ما كيطبقش عليه القانون هذا، فهمتي؟ شي ما كيشوفوا حتى شي واحد، كيشوفوها حنايا دابا من النوض، دابا غادي يجبدني النوض، انا ندافع على راسي، ندير مع شي حاجه، نسمى راني ما مزيانش، انا ما بغاتش في حال هكا. والحمد لله راه الشعب كامل ولا الناس كاملين لا بليبار عارفين باللي حنا راه ما تنجبدوش هاد السيد هذا، وناسين هو اللي باغي يبقى، حنا مخدمين في واحد الاطار موسيقي، هو باغي يرد عصابات، باغي يدير عصابه، باغي يجي يتحدانا، ما عادش باغي يدير، ما عادش كيفاش كنبانوا ليه، مع العلم ان حنا كنديروا الموسيقى والناس كاملين تيعرفونا الحمد لله، فهمتي، خدامه بعضياتنا اون ايكيب، ما كاين حتى شي حاجه اخرى من غير الموسيقى، وزيدوا انت الدراري حتى واحد فينا قليل فيه كيشوف شي واحد كاع، كل شي في الغربه، شي في كل مدينه من بعدين قليل، ولا واحد بوحده، يعني بلا ما يبقى يقول بانك لعبه تجمع ولا عصابه ولا داك التخربيق، هذيك خرافات كتبقى تخرج ما بين كطيح بقراتك كثر الجناو. كيفاش تطور هذا المشكل خصني نسولو هو، حيت انا هو كنقسم بالله العلي العظيم ديك اللعبه ما عارفش من السيد فريمو معايا، واش فهمتي؟ حيت شحال من مره كنقولوا صافي فهمتي، راه غادي كنقول صافي هادشي ما خاصوش يبقى شي ديال الدراري الصغار والبراهاش وحشومه كاع، فهمتي؟ انا ما بغيش وليدي يبداو يشوفوا دوك لي لايف وداك الشيء، كنتصالحوا وكنشهد عليه عباد الله، شنقول ليه صافي فهمتي ديك اللعبه صافي سالينا، كيمشي كيزهق شي شويه عاوتاني كيشرب شي قريعه كيدير شي لايف كتحفى عليه كينسى البوبليك داكشي، فهمتي؟ كيبغي يدير بيه البوز، ما كيبغيش يدير واحد البوز بواحد الطريقه شريفه، ولكن راه كيبدا يسب ليه في والديه، فهمتي؟ كيسب ليه امي اللي ولداتني، فهمتي؟ كيسب ليه با اللي ولداتني، عائل شي صحابي، كيسب الملك، شي يسب السلطات، ما خلى حتى حد في الثقه. دابا هو كني هو تيبقى يدير لي لايف ديما وكنشوفو داكشي على توالي، واحد النهار كاع كنجي لكازا هنايا وشدوه في التران بجنويه وجاي هابط باش لهنايا، يعني هذا راه ديما شي وي، هذا راه باغي يجي باغي يغدرن، واش فهمتي؟ شبغيت نوصل ليه، ما كيشوف شكون اللي غيدوي على هادشي، غيتسنى مني انا نوض زعما نوض نمشي ندير به شكايه ولا شي لعيبه كدا، حيت هو اصلا اللايفات ديالو كيوصلوا ل 500 600 700، يعني هادي راه راه حاجه كافيه باش يعرفوا السلطات شنو هو واقع وشنو هو طاري ودخلوا في هذا. ملي ما كنشوفهم ما كيدير والو، راه ما غاديش نبقى مربي يدي، كنشوف فيه انا كنتسنى شنو هو، يعني واش كيتسناو مني انا نوض غندافع على راسي، اللي جيت انا نوض ندافع على راسي غنوليو شي كريشه كبيره، واش فهمتيني؟ والبلاد الحمد لله راه ماشي ديال السيبه، بلاد راه بلاد ديال القانون، عندي ماشي مليون ديال، يعني كاين شي 13 جيجا في حركة كامرة بهاد الشيء ديالو، حيت كل مرة كان تيجي تيسبني تنقول الدراري هانتوما شوفوا هانتوما خوش، كنشهد عليه الناس كاملين، هاد السيد اش باغي عندي، انا باغي ندير موسيقى، باغي نكمل طريقي، صافي اختاريت واحد الطريق زوين، مابقاش باغي ندير حتى شي حاجة خايبة، مابقاش باغي ندير حتى شي لعب، كيجي كيبقى يهبش عليه،
كيدير لي لايف كيبقى يسب يسب ديما ديما توجور. عندي بزاف ديال الدلائل، عندي بزاف ديال الفيديوهات. هو جاي لكازا هنايا جاي باغي الطايف معايا، يعني انا ماشي انا اللي كنوض نمشي عند البرشيد وماشي انا اللي كنقلب عليه وماشي كذا. دابا نورمالمون المره الاخرى كنصحات ليه واحد الحديثه توعد في رجليه تقطعوا ليه ثلاثه العصباج وكش غادي نموت. الدرجه ديال الحقد ديالو فيه ما عرفش اناش كاع خلاه يحقد عليه على الدرجه. انا ناعس في بلاصتي في فراشي حاشاك الطواليت ما تنقدش نوض ليها المده ديال شهر شهر ونص مع شهرين. وانت وشي وحدين مريحين كتشفوا فيا في لي لايف كاملين وامه لا اله الا الله كتشوف فيكم كتقولي يا عرج طن كذا. هذه كنسمع في شي حوايج وانا ناعس في بلاصتي صافي. قلت شي مو قالوا مابقاش غادي نوض على رجلي مابقاش كذا هذه. وهكاك مع العلم انا بريت الحمد لله وكذا وهادي وما استرويت ديالي وليش بخير رجعت كيما كنت في الاول ونسيت. واخا هكاك ما 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 خليته من الله. تيقول كلاش ديال الموسيقى يا راه فري. الا كان شي يقول بنادم كلاش في الموسيقى نخلوه في موسيقى، ولكن ملي تهضر معايا في موسيقى ما تسبش لي امي، حيت انا ما عمرني سبيت لشي واحد امه في شي تراك. وكنتحدى اي واحد يقلب الديسكور ديالي كامل انا نيشان نكون سبيت شي واحد امه في شي ديسك ومي كدبش عليه. فهمتي؟ اذا كان شي حاجه ما جيش حط عليها شي حاجه كذوب. يعني انا كاكش ما فين غادي تعصبني واش فهمتيني؟ تما فين غادي انا راه بشر، انا راه كنتقلق، انا راه كنكعات، انا عندي احاسيس، عندي بزاف العيبات واش فهمتيني؟ هادشي اللي بغيت نوصل لك. بحال دابا مؤخرا كندير واحد لايف، كندير لايف فهمتي، وكيسب في العالم ومنهم انا ولاقيس ودراري وكذا هذا كيسب فيهم يا ولاد الفعله والبيبليك هو طاقين في هذا اللايف. دخلت انا شفت هذا اللايف هذا لقيتو فريمون فهمتي باك شي عاير وكذا وهذه وهذه وهذه. وانا بغيت نطلع معاه قيس باش نمشي باش نعرف باش نسالي ما هادشي. ويبقى عليا ولد الفعله يا ولد شركه انت هذه هذه. عنده حساب مع واحد ولد دربهم ولد برشيد اللي هو تيقول حنايا مصيفطين ليه طوموبيله فيها خمسه ولا شي لعب. مع العلم ان اللايف كان تما وكنتي نتايا ومول الكوستار وواحد عزيتي يكون معاك وهذوك الناس اللي كانوا معاك وهزيتي في يديك اله حاده وتمشي غادي عند السيد حيد هادشي هذا ماشي كذوب. هادشي كاين في اللايف وراه كاين اللايف محطوط وتمشي غادي لعنده لديك البلاصه فين تيسكن هو كتحدي منك قباحه وكذا وهادي. انت اللي تمشي شي عنده تتلقى معك تلقى معك طايف شي نتويه طاول شو تضرب هو في سبعه وهو ما مشاش قدم كاع شكايه. وهذاك العزي صاحبك ضرب الاخر ما عرفش من هنايا ولا ما عرفش فين. المهم هو بوحدو معاكم انتوما خمسه وانتوما كتقول لعباد الله راه جاو وقفوا عليا خمسه ما خمسه. احنا ما شفناش هادشي. شافوا الناس في اللايف انتايا كانوا معك عباد الله كان واحد ودربكم بينك وبينه حساب كنتي كتسب ليه مو ديما امو ميشا الله يرحمها وانت كتسبها ليه ديما. هذاك الشيء علاش جا عندك؟ اما كيتفرج فيك في لايف واش لايف واصل 1200 كتقول لي مصيفطهم ليك راه كيتفرج فيك هو كان كيتفرج فيك واش فهمتي؟ بغيت نوصل لك فاش ساب ليه مو ساب ليه با يعني هو راه دايرك في بالو ابار تخربيق هذو ما عنده حتى شي علاقه بينه ولا به. وكاين فيديو ديجا انت وياه ما عادش مطيفين ولا قبلش لعيبه وبقيت شي كتسب فيه وهادي وهادي وجاش لعندك وكذا. يعني عندك حساب ابار بلا ما تدخلوا في هادشي هذا. اصلا الدري اللي طايف معاه ولا كذا راه كان قدام هذا اللي تيقول هو بلي عندنا وراه ضحيه كان تياكل واحد النصيص ديال العيبات هادي عند شي مو سندويشات تما حدا دارهم. وقال لهم قول لي انا راه هنايا حدا داركم تنقصي. وقال لهم انا غادي لعندو في اللايف نطشي وتميتي انت اللي غادي عند السيد ماشي هو اللي جا عندك. انت اللي تميتي غادي عنده تابعينك هذوك اللي كانوا معك في القهوه وكنتي هاز في يديك واحد اله حاده راه كاملين داكشي كلشي كاين كلشي محطوط. يعني ما ظلمك حتى شي واحد ما صيفطنا لك حتى شي واحد. انت اللي معك عصابه والحمد لله راه ما كاين حتى شي حاجه من هادشي كامل ديال اللي يقول لك بنادم ما كنصيفطو ولا هادي. تمنى حنا في ريو دي جانيرو والبرازيل واش كدوخو ولا ما هادشي خيال ديالك الف بنادم قصاص باش يبرر راسو ماشي مواقف. اما انت راه عارفين كلشي باسل وراه يوتيوب راه باقي فيه كلشي. هادشي اللي غادي نقول لك انا الا قاني شي حاجه غادي نلقاها معاك انت بوحدك مع عمر ما غنقاوني مع شي واحد. اما انت غادي تلقاو عندك عداوة مع العالم كامل حيت فمك باسل وما كتزكاش. خصنا نديرو حد هادشي هذا ان شاء الله.